متكامله، ف كل وحده حسب طبيعه المهم وكلها. والغايه جميع هذه الوحدات اللي كتشكل التشكيل الامني اللي غادي يخرج الان باش كيدير التغطيه الامنيه بمناسبه الاحتفالات ديال راس السنه. الغايه هي تمر الاحتفالات في جو سلمي دون ما تكون مضايقات للمواطنين ولا السياح. بالنسبه للمرور تكون السهيله مضمونه، تامين ديال المحاور الطرقيه الرئيسيه، تامين الاحياء السكنيه، العمل على تخفيض من السرعه ديال السيارات. بالكم راح بالكم اها. السلام عليكم، سنه سعيده كل ما تمنى ان شاء الله. اذا الكل كيعرف المهمه اللي عندنا اليوم والمهمه وقعت على عاتقنا اليوم. عندنا كاين احتفالات ان شاء الله الجاليه الاجنبيه ببلدنا، كذلك الاجانب والسياح غادي يحتفلوا اليوم بذكرى راس السنه. لجميع المواطنين في المحاور الرئيسيه كذلك، وتسهلوا الماموريه للراجلين العبور الممرات ديال الراجلين، كذلك السيارات باش ما يشكلوش خطر خاصه السائقين المتهورين والسائقين اللي في حاله غير عاديه، باش يلتزموا كذلك بقانون المدونه ديال السير. جزر جميع انواع المخالفات المعروضه على امام انظار ديالنا، وتحاول ما امكن ندوزوا هذه الليله هذه في ظروف سليمه وسلميه وجد عاديه. جميع بالكم راحة، بالكم فرقوا الصفوف. عاش الملك. والتقليص من العدد ديال الضحايا ديال الحوادث ديال السير، وهذه الوحدات الان اللي هي ديبلويي في اطار الاحتفالات براس السنه. الان راه غادي يغادروا نقط الحصه ديال النظام بعد ما اخذوا التعليمات، ومباشره غادي يتوجهوا نقط ديال التعيين ديالهم، كل واحده على حسب الاختصاص ديالها. احنا الان مجندين جميع العناصر وجميع الوحدات الامنيه بما في ذلك الوحده ديال العناصر بالزي المدني بالاطر ديالها، الوحده ديال السفارات والقنصليات، والوحده ديال التدخل، والدوريات ديال الهيئه الحضريه مكونين اللي يكونوا لنا دوريات ثلاثيه مع القوات المساعده وعناصر مدنيه كذلك، والوحده المركزيه للتدخل كيف كتلاحظوا، والعناصر ديال المرور. اذا التعليمات التوصيل اللي كاينه انضباط الالتحاق ديالنا بالاماكن ديال التعيين في اقرب وقت ممكن. التدخلات ديالنا في هذا اليوم هذا تكون سليمه، نبعدوا على الاستفزازات اللي كنتخبطوا فيها مع بعض الاشخاص اللي في حاله غير عاديه، الاشخاص اللي ناشطين ومحتفلين كذلك بهذا اليوم هذا، باش نحاول ما امكن نقدم لهم الامن والامان والطمانينه ونساعدوا معهم تتمر الاجواء ديال الاحتفالات في ظروف جد عاديه. الدوريات ديال الثلاثيه التزموا بالمحاور اللي كنعطيوكم، الدور ديالكم المراقبه، عنصر ديال الحضريه العنصر المسؤول عن الدوريه الثلاثيه، اي تدخل في الوقعات القياده والتنسيق في الحي، في المدارات اللي في وسط الشارع الشوارع المهمه اللي كتعرف باش توفروا السيوله للسيارات، كذلك العناصر ديال المرور اللي